عاشوا أبطالا وارتقوا إلى السماء شهداء، دخلوا التاريخ من بوابة المجد فصاروا نجوما في سماء الخالدين، ولن تنساهم ذاكرة الشعب على مر الأزمان. لكل واحد منهم قصة نرويها للأجيال. كان الشهيد أبو جعفر رحمه الله يردد بعض الزوامل ليحمس بها المقاتلين هناك، ويقول فيها: يا سلامي خماسي لكم يا بتال زينات الأنقاسي. وهو من خلال نظراته، من خلال قسمات وجهه، لا يفكر إلا كيف يسقط هذا الانقلاب، وكيف تنتصر الشرعية، وكيف تهزم الإمامة. أشجع الشجعان من يحمي الحما، لا عرفت النوم يا كل جبان. سوف تبقى قصة خالدة تملأ الدنيا غدا يا أربكان. كان من الأبطال المرابطين المناضلين، حتى أنه ظل في المواقع والمدارس الأمامية وجرح عدة مرات، وجلس في المستشفى يوم واحد وكان فيه هجوم في المواقع، ورجع والدم ما زال ينزف. فقبل استشهاده أطلق بجامل قال فيه: يا عير خمسين ويا حيد توة، يا عير خمسين ويا حيد توة، بلغوا لحيد مصور سلامي، مطرسي جاهز وقايم بدوره، قل له بيرسل بخويا مكاني.